أهلا أعزائي المشاهدين، أنا عم بتكلم مع الأخت فادية بزي، وابتدأت تتكلم عن اختبار عميق غير حياتها تغيير جذري، وصارت إنسانة مؤمنة محبة للرب، تحررت من كل مخاوف المجهول وخوفها من جهنم والأبدية، وهي بنت الرب وبتشهد عن الرب، وهذا اللي انت عم تعمليه من خلال هذه الحلقة. لكن فادية، العالم العربي بيعرف فادية بزي من صوتها، من السيديهات، من اليوتيوب، من الفيسبوك، من القنوات الفضائية اللي بتنشر معظم الترانيم الحلوة. يعني انت معروفة بصوتك المميز. لما ابتدأت تقولي انت كان عندك حلم الفن وانك تكوني مغنية ومطربة، وهذا كان كل يعني الكل عم بيتوقعوا من فادية بزة بسبب صوتك، بعد هالتغيير شو اللي حدث معك من ناحية الترنيم؟ أنا ربيت كل حياتي عندي دريم، انه حلم انه اكون فناني، لكن قبل مثل ما ذكرت انه بسن ال 14 تقبلت مع المسيح مقابلة شخصية، والشي الغريب اللي حصل معي وكانش في داعي حدا يجي إلي أو يحكيني أو يقودني بهالأمر، بقى اللي صار إنه لما تقابلت معه وتغير قلبي تغيرت رغباتي كمان. مش عبقول إنه الشخص اللي بيغني إنه شخص خاطئ أو غلط، لا، بس عم بحكي في شيء أنا جوع عندي من جوا كنت حابة أمليه ممكن بالغنى أو بالفن أو بالطرب. يعني أنا بعرف كتير مطربين بغنوا غناني اللي احنا بنسميها عالمية، بس كمان بكتير مرات بيرنموا للمسيح أو بيرنموا أغاني روحية أو ترانيم مسيحية. أنا شعرت ما عادش عندي الرغبة إنه أمشي بهذا الخط أو خط الفن. ريلي رغبتي ماتت، ضاعت. ففي فترة تقريبا سنتين ثلاثة، وأنا كل اللي بفتكره إنه أوكي رب عطاني موهبة صوت وخلص اكتفيت لحد هون، ومع أني ما كنت ماشي فيها بعد هذا الخط، لكن ما كان عندي علم إنه هيدي الموهبة رب حطتها لاستخدام تاني. لكن على تقريبا عمر 16-17 ابتدأ صار في كواير بالكنيسة، فأجا الأسيس قال لي نحن يعني على علم إنه أنت كنت رح تروحي على استوديو الفن، يعني على القليل عندك شوية صوت. قلت له يس يا بس فكرة الترنيم حتى مش موجودة عندي أبدا. قال لي طب يا ريت بس إنه تعي على كواير، جربي بس على كواير. قلت له أوكي. الكواير يعني الجوقة، يعني جوقة الترنيم بالكنيسة. فحتى هيدي ما كنت إيفن عندي يعني مش إنه رغبي، بس مش عارفة إنه ممكن أقدر أعمل شيء من بهالخط هيدا. بدأت أرنم بالجوقة، ابتدت أخذ فترات بالجوقة مقاطع لوحدي، وابتدى كأنه الرب هيك يمشيني خطوة خطوة، يعني عم بيقول لي إنه أنا حاطت رغبة عندك جوا. ابتدت الرغبة ترجع تعيش، يعني أحب إنه أرنم بس مش إنه يعني اندفنت. فابتديت أرنم هيك بس على وضع يعني بالكنيسة، جس وضع الكنسي. وبهيدي الفترة صار في حرب بلبنان، صار حرب وناس كتير تفرقت وناس كتير توزعت، ونحن كنا منهم اللي تركنا ورحنا على أستراليا.